السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عروض على البيجامات الصيفي. احنا عندنا الصيفي والشتوي طول السنة، المنتجين بيتباعوا عندنا طول السنة سواء شتوي او صيفي. النهاردة عروض، جايبين لكم 12 موديل لبيجامات خامات قطن 100%، السعر 50 جنيه. عندنا 12 موديل، كل موديل منه الوانات كلها خامات قطن، جميلة جدا ناعمة، حاجات هتعجبكم خالص. بس قبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش يشترك ويقول لاصحابه بحيث ان كل عروضنا توصل لحضراتكم، لان عندنا كل يوم فيديو بيتعرض غير التاني عن منتجات كتير. مثلا عرض البيجامات بتاع النهارده ممكن ده يستمر 15 يوم 20 يوم شهر 2 3 حسب الكميات ما بتخلص. مش عروضنا بتخلص في نفس اليوم، لا، العروض بتستمر لفترات كبيره، وكل يوم منتجات غير التانية بتتعرض واشكال غير التانية واسعار غير التانية، حاجات كتير جدا هتعجبكم ان شاء الله. نبدا باول موديل مع حضراتكم، موديل زي كده شايفين، انا بحاول اوريكم البوستر واحاول افرد لكم بجامه من كل موديل واوريكم باقي الالوان في الكيس بحيث ان ما نغيبش على حضراتكم ونخلص الفيديو بسرعه. دي التيشيرت زي ما انتم حضراتكم شايفين بتاع البيجامه، كلها دي خامات قطن زي ما انتم حضراتكم شايفين، والبنطلون بتاعها بنفس الاسلوب ده. يبقى احنا عندنا البيجامه واخده من نفس اللي هو التيشيرت، الخامات قطن 100% ناعمه جدا زي ما انتم شايفين. المقاسات طبعا بتتمط، ده وان سايز بس بيلبس مقاسات كبيره لانها بتاخد وضع الجسم وبتلبس مقاسات. الموديل ده زي ما انتم حضراتكم شايفين في الالوان ده منه، في عندنا الالوان اللي معروضه زي ما حضراتكم شايفين بحيث ان نخلص بسرعه. نقرب على الموديلات ونجيب واحد تاني. طبعا انتم حضراتكم كده شفتوا الالوان بتاعت الموديل الاولاني، نخش بقى على موديل تاني. موديل زي ده حضراتكم جميل جدا جدا، في الالوان دي منه، وهفتح لكم واحدة برضو بحيث انكم تشوفوا الحاجة على الطبيعة. الحاجة على الطبيعة غير الناس اللي بتبيع الحاجة في الكيس وخلاص، احنا بنبيع شكل وماشة وخامة زي ما حضراتكم شايفين. احنا شفنا الالوان خلاص عرفناهم، عندنا اربع الوان من الموديل ده. شايفين شكل البيجامة شيك جدا جدا مرمود. البنطلون عامل ازاي، كلها خامات قطن زي ما انتم حضراتكم شايفين، خامة ناعمة جدا جدا. الحاجات دي قلنا بتتمط، مش حاجات يعني ثابته، وخاماتها قطن طريه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. الشكل البنطلون وادي شكل التيشيرت، هي ومعموله على بعض. نجيب موديل تاني. الموديل ده فيه منه الوان كتير جدا. كل الحاجات دي يا جماعه سعرها 50 جنيه، اي حاجه من اللي بنعرضها لحضراتكم السعر 50 جنيه. بصوا على الاشكال انتم الالوان بتاعتها على بال ما انا افرد لكم بيجامه برضه عشان ما نضيعش الوقت. حاولي تقربي على الموديلات بحيث ان الناس تشوفها الالوان، عشان الناس تشوف الالوان المتاحه. طبعا اللي مش مشترك في الصفحه يشترك ويقول لاصحابه وقرايبه، لان الحاجات عندنا مخفضه جدا جدا، استحاله هتلاقي الاسعار دي بره. اسعارنا كده طول السنه حاجات متخفضه، حاجات كلها جميله، وموديلات باستمرار بتتغير. شكل التيشيرت شايفين الجمال، وادي شكل البنطلون. يا رب كده يكون الحاجه واضحه. طبعا البنطلون في رجله في النهايه في شغل ماشي مع البيجامه. اكيد الخامه واضحه قدامكم ان حاجات قطن 100% غير الحاجات اللي بره اللي بيبقى عليها بلاستر والكلام ده. البناطيل طبعا قلنا بتتمط، بتلبس مقاسات برضو زي ما انتم حضراتكم شايفين، بتاخد وضع الجسم فبيبقى شكلها شيك جدا. نخش بقى على موديل غيره تاني بحيث ان ما نغيبش على حضراتكم. ادي شكل البوستر، وانا هفتح لكم الالوان والحاجات بحيث ان كل حضراتكم يبقوا شايفين البوستر وشايفين البيجامه نفسها. الالوان طبعا المتاحه اللي بنعرضها مع حضراتكم، اما اللي بنزل بعض اثنين ولا بنزل بعض، اسف، دي منها اربع اشكال اربع الوان. فرجت حضراتكم البوستر وهفرجكم برضو على التيشيرت والحاجه. الحاجات دي خلي بالكم ناعمه جدا جدا جدا، ما تحرش. طبعا الصيف داخل وخلاص، والبنات محتاجه كلها دي في الجهاز، وانت طبعا الحاجات الايام دي متخفضه جدا جدا زي ما انتم حضراتكم شايفين.
ادي شكل البنطلون وادي شكل التيشيرت. الاسعار دي يا جماعه سعرها 50 جنيه اي حاجه، سعرها 50 جنيه. عندنا موديلات كتير بسم الله ما شاء الله، حاجات هتعجبكم واشكال كتير باستمرار بتيجي عندنا. طبعا انت لو شفت الفيديو ده متاخر اكتب كومنت تحت الفيديو ده موجود ولا مش موجود، بحيث ان قبل ما تيجي لو انت جاي على حاجه معينه تعرف انها قاعده ولا خلصت. ده الوان الموديل اللي انتم شايفينه، وهفتح لكم بوستر برضو بحيث ان حضراتكم تبقوا شايفين البوستر والخامه والموديل نفسه. انا بحاول والله انجز بسرعه عشان في ناس بيبقى عندها باقه طبعا مش قادره تكمل الفيديو. بس على فكره يعني الفيديو كله مش هيكلفك 2 جنيه او جنيه اصلا في الباقه، حتى لو بس هتستفاد بفرق فلوس كتير جدا. شايفين طبعا الحاجات جميله جدا والالوان قدامكم. ادي البنطلون زي ما حضراتكم شايفين، وادي التيشيرت ياما بيتفرد بيبقى قمه في الشياكه زي ما حضراتكم شايفين. البنطلون فيه شغل من الجنبين، بس طبعا الحاجات دي اما بتتلبس بتتمط طبعا بتاخد وضع الجسم بيبقى الشكل متغير خالص. شايفين شكل الحاجه عامل ازاي، حاجه جميله جدا جدا جدا. ادي شكل البوستر هي وملبوسه، وادي شكل البيجامه قدامكم مفيش اي اختلافات، والخامه قطن 100%. التيشيرتات والحاجات دي قلنا بتاخد وبتدي في اللبس فبتاخد وضع الجسم فبتبقى حاجه شكلها جميل جدا. لسه يا جماعه عندنا في 5 موديلات تاني ان شاء الله هنجهزه لكم بسرعه. في موديل كمان النايك ده هيعجبكم برده ان شاء الله باذن الله. والسعر يا جماعه بنقول زي ما قلنا لحضراتكم سعر اي حاجه ب 50 جنيه. دي الالوانات انا بحاول افرد لكم الالوانات كلها بحيث انكم تبقوا عارفين ايه الالوان المتاحه. تمام، وده انا فردت لكم التيشيرت. انا طبعا اي لون بفرده يعني مش بنقي لون معين، اي حاجه بتطلع في ايدي بفردها وسايب لكم باقي الالوان. كل واحده لها حريه الاختيار في اللون اللي يناسبها. يعني الموديل ده فيه منه الرمادي والاحمر والالوان غريبه، يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين حاجات الوان جديده الوان غريبه. بصي احمر رمادي وزيتي بس مش هنسمي الالوان وهم شايفين خلاص عشان ما نضيعش الوقت. تمام، فالحاجه واضحه قدام حضراتكم اهي بشكلها، وانت نقي الشكل اللون اللي يعجبك والحاجه اللي تعجبك. بس احنا برضه عشان ما ناخرش عليكم بحاول انجز بسرعه. ده شكل البيجامه اللي عدت في اللبس، ده البوستر بتاعها. ويا جماعه اللبس بيختلف خالص غير الحاجه هي ومفروضه على المكتب. الحاجه في طبيعتها بتبقى شيك جدا وشكلها جميل جدا. ده شكلها. كمان يا جماعه الموديل ده زي ما حضراتكم شايفين في منه 3 الوان متاحين. اللون الازرق والفوشيا واللون الاحمر ده كلهم اجمل من بعض واشيك من بعض. والله خامات قطن 100% ناعمه جدا، استحاله تلاقي دي اقل من 120 جنيه بره. استحاله تلاقي الموديلات دي، يعني في خط في الجنب اسود كده بيبقى عامل شيك جدا في اللبس مع التيشيرت زي ما انتم حضراتكم شايفين. شايفين المطه بتاعت القماشه قد ايه؟ يعني هتلبس معاكم مقاسات ومنها 3 الوان والسعر 50 جنيه. نيجي كمان برضو للموديل ده، موديل برضو قمة في الشياكة، موجود منه 3 الوانات. ادي شكل الموديل، موجود منه 3 الوانات وهفتح لكم لون منه بسرعة بحيث ان نخلص بسرعة ان شاء الله. احنا خلاص قدامنا 4 موديلات تاني وهنخلص. ادي الالوانات المتاحة منه كلها. بصوا هتلاقي الوان غريبة عن بعضها، يعني تدور على الشكل اللي يناسب حضرتك، اللون اللي يناسب حضرتك، الحاجة اللي هتلاقيها ماشية معاكي. البنطلون هو زي ما انتم شايفين عليه رسمة كلمة تومي كده جميلة جدا بسيطة، والتيشيرتاية جميلة جدا برضو فوشيا، يبقى اسود مع فوشيا بطيخي، اسود مع بطيخي. والسعر 50 جنيه والخامات قطن. الخامات قطن. يلا يا جماعه اللي ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك للفيديو، لان اللايك ده بيساعد على انتشار الفيديو، بيساعد على انتشار الفيديو، فانت هتفيد ناس تاني مش قادره تشتري والحاجه غاليه عليها بره، فاول ما يوصل لها الحاجات بتاعتنا وتعرف اسعارنا
هتيجي تشتري على طول، فطبعا يبقى انت كده ساعدتها وفدتها، بدل ما هي بتشتري الحاجه ب 120 جنيه بره و 130 جنيه جت خدتها ب 50 جنيه وبوفرت كتير. الناس دلوقتي مش مستحمله ومش قادره تشتري بسبب غلو الحاجات وقله الفلوس مع الناس، يبقى انت كده بتساعد باللايك اللي بتعمله، بتساعد ان المنشور يوصل اكتر، فبتساعد ناس تاني كتير مش قادره تشتري. يبقى انت خدت ثواب اول حاجه ان الناس قدرت تيجي تشتري اللي هي مش عارفه توصل لنا. ممكن نعدل البنطلون ده؟ ما هو الناحيه الثانيه هاد رسمته، معلش انا اسف، هي رسمه اديداس دي زي ما انتم شايفين في البوستر والشكل، وادي الالوانات المتاحه بتاعتها. كمان افتح لحضراتكم قاعد موديلين ثاني يا جماعه وهنخلص باذن الله. الموديل ده جميل جدا برضو، ادي البوستر بتاعه، وادوكم انتوا شايفين انا بحاول انجز والله بسرعه عشان ما اعطلكمش وما اخركمش. الموديل ده موجود منه ثلاث الوانات. البيجامه دي ده اتنين في بعض دول ولا ايه؟ اتنين في بعض. موجود منه اربع الوانات الموديل ده، شايفين يا جماعه. البنطلون ده بقى فايبر، حاجه جميله جدا جدا جدا، يعني خامات من الناعمه خالص. وادي التيشيرت بتاعه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعه لو جديده طبعا هتبقى سعرها، يعني لو لسه المصانع عاملاها هتبقى سعرها غالي جدا، بس الشركه عندها تخزينات كتير وعندها بضايع كتير فبتبيع بالاسعار القديمه. اخر موديلين معانا اهو يا جماعه عشان ما ناخركمش، وادي الالوان بتاعت الموديل ده، بحيث انكم تبقوا شايفين. الموديلين دول موديل فيه منه لون واحد وموديل فيه منه لونين، شوف الالوان اللي تعجب حضرتك وتنورنا. شايفين شياكه الموديل ده؟ بس للاسف هو اللون بس ده اللي باقي اللي هو الاخضر. ادي شياكه الموديل والسعر 50 جنيه. وادي يا جماعه الموديل الثاني عشان ما نفتحش ثاني، ده موجود منه لونين، اللون الاحمر واللون البطيخي. وتابعونا يا جماعه ان شاء الله باذن الله كل يوم فيديو جديد بعرض جديد، ويا ريت تبلغوا اصحابكم وقرايبكم، والله هتفيدوهم وتاخدوا من وراهم ثواب. اللي هيجي يشتري حاجه بالسعر المخفض ده هيدعي لك، لان الاسعار بره غاليه جدا. بيجامه قطن 100% ب 50 جنيه، موديلات كتير واشكال كتير والوان كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.